اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره. احمد ثابت، ازيك يا ابو حميد؟ الحمد لله تمام. كله تمام؟ كريم سعيد، ازيك كريم؟ ده جبت استبرك ايه؟ كله تمام الحمد لله. اعرف تقييمكم الفني لمباراه اليوم، ابدا باحمد. بالتاكيد المباراه ما كانتش جيده من النادي الاهلي النهارده، واحده من اقل المباريات للنادي الاهلي. يمكن احنا ما عملناش محاولات كتير، محاوله واحده بس على المرمى، ولكن خلينا نقول برضو ان الدوري السنه دي برضو صعب، كل الفرق مستوياتها قويه، كل الفرق حتى ما فيش فريق ما فاز، فالدوري السنه دي برضو صعب على الفرق كلها. نادي الزمالك تعادل، نادي الاهلي تعادل، نادي بيراميدز هو بس يعني اللي شايفه ان هو بيراميدز اتغلب انا شايف ان الأسوأ يعني أسوأ بس حاجه من التعادل، هو التعادل طبعا بطعم الهزيمه وكل حاجه، بس يعني ايه، هو ما كانش فيه قتال شويه، تحسش ان ايه كان فيه قتال على الفوز، حتى ما كانش فيه، تحس شخصيه النادي الاهلي دي ما كانتش موجوده. دي بس اللي احنا محتاجينها، يعني ما تحسش ان في قائد او ليدر في الملعب، لازم يكون في شخصيه النادي الاهلي. احنا خسرنا الدوري سنتين ورا بعض، فالسنه دي لازم اللعيبه برده تكون عارفه ان احنا مش جمهور برده والنادي وكده، مش عايزين نخسر الدوري للسنه الثالثه على التوالي، مش ما ينفعش. فده عايزين الدفع يكون اكتر من كده. الحمد لله الزمالك اتعادل، فده برده انت لسه في الصداره ماشي بشكل كويس وكل حاجه، بس عايزين الفتره الجايه بقى يكون في، عايزين قتال شويه، عايزين روح، عايزين شخصيه النادي الاهلي في الفتره الجايه. دي الفكره. لكن انا لو هتتكلم في التقييم للمباراه، هنرجع دلوقتي نتكلم عن التقييم في المباراه، لان انا لسه عايز اتكلم معاكم الاول عن كاس العالم للانديه، بس انا باخد بريف عن المباراه. تمام. كريم طبعا لا يعني ماتش النهارده كابتن اسلام بصراحه واحد من أسوأ مباريات الاهلي السنه دي بصراحه، يعني اعتقد المباراه على الاقل الشوط الاول، يعني الشوط الثاني تقدر لكن الاول ده صعب قوي. اصل مباراه يعني احنا لعبنا النهارده كابتن اسلام 100 دقيقه حقيقي، 100 دقيقه انا اشك ان في 113 خلي بالك، المفروض كنت تلعب لا سوري 110 ماشي، يعني احنا اوكي 100 دقيقه، انا اشك ان اي حد يفتكر اي فرصه خطيره للنادي الاهلي على مرمى هاني سليمان. تصويبه لكريم فؤاد في الشوط الاول، وكوره محمود متولي اعتقد في او حمدي فتحي الهيد في الشوط الثاني، الشوط الثاني لا وما تعتبرش الهيد ده من بعيد كمان. فتخيل يعني 100 دقيقه او يعني الدقايق اللي احنا لعبناها ما قدرناش نعمل فرصه محققه على مرمى سموحه، الفريق اللي هو اصلا السنه دي سموحه متاخر جدا جدا في الدوري. بس خلي بالك احنا لازم تبقى عارف ان كل الدوافع اللي لعب بيها سموحه النهارده لو سموحه ما كانش اتعادل كان كابتن طارق العشري بنسبه 99% خارج الفريق والله. وبالتالي هو طبعا كله بيجي يحل مشاكله قدام النادي الاهلي، انا ده فاهمه وده طول عمر النادي الاهلي فيه، ولكن انا بكلمك على طريقة اللعب. فانت لما بتلاقي 10 تحت الكرة، يعني انا هقول لك حاجة شوف سموحة دي في المباراة اللي جاية، خلي بالك اصل دي طريقة لعب الكابتن طارق، هي مناسبة لفريق زي النادي ضد ما تلعب ضد فريق زي النادي الاهلي، لكن هي مش مناسبة لما تلعب ضد فريق زي حرس الحدود مثلا. فاهم قصدي؟ انا كل ده مش لا مش مختلف خالص، انا متفق على كل ده، بس تاني احنا بنتكلم على لعيبة النادي الاهلي. بصراحة انا في الحته دي هقتبس بس يعني مشهد كلنا اعتقد معظم المتابعين شافوه في فاينل المونديال، الفيديو اللي انتشر للاعيبه المنتخب فرنسا وديدييه ديشام في اوضه اللبس ما بين الشوطين. يا جماعه الناس دي ما اتكلمتش كلمه فنيه او تكتيكيه، صحيح والله الفيديو كله ما فيش ولا كلمه ديدييه ديشان قالها فنيه او تكتيكيه، او قال مثلا ايه احنا عندنا ازمه في مركز الجناح الايمن فلما احنا بنخش العمق هم بيطلع، ما قالش حرف واحد تكتك. المحاضره كلها اللي كانت مدتها 10 دقائق كلها نقاش وبيتكلموا معنوي بيفوقوا بعض، احنا ما جيناش. يا جماعه ما ينفعش بدل ما شكلنا فاينل مونديال هم جم احنا ما جيناش، ده الراجل قاعد يقول وقاعد يزيد، وطبعا بلغه لحد ما كانت عاديه شويه. فانا في وجهه نظري يا جماعه في بعض الاحيان التاكتكس مش محتاجه ان هي تبقى الحل، شخصيه لاعب النادي الاهلي يجب ان هي تظهر وتخلص الموضوع. يعني النهارده انا ما ينفعش من الدقيقه 84 للدقيقه 95 انا حسبتها احنا عملنا 12 ميس باس في تلت ملعب سموح، مش عندنا في تلت ملعب سموح اللي هو المفروض الوقت ده يا كابتن اسلام اكتر وقت فيه تركيز للعيبه، يعني احنا مركزين ليه؟ لان انا عايز بقى احاول اخطف في الدقائق الاخيره دي اخطف. فلا احنا محتاجين فعلا محتاجين وقفه مع الحلول الثانيه عندنا. اذا الحل الاول وقف، يعني طبعا اكيد 100% الجهاز الفني
بيحضروا بيذاكروا، وانت برضه قلت في الانترو ان مارسيل كولر بيذاكر كتير قوي ومعاه جهاز فني اكيد. طب لو ده اتقفل لازم يكون عندي اوبشن بي، واوبشن بي برضه في جزء عند اللعيبه. هو النهارده كولر قال برضه اللعيبه عندها جزء في لا احنا في رياضه، والرياضه احنا بنتكلم على لعيبه النادي الاهلي، لعيبه كلاس ايه، لعيبه كلاس ايه. ساعات لو انت اصلا الحلول التكتيكيه والفنيه راحت، واعضاك الاسلام بكل امانه ساعات اللعيبه في الملعب بتتكلم مع بعض، يا جماعه يا جماعه احنا هنعمل كذا. الحقيقه انا برضو مش عايز اروح لقصه اللاعبين ليه، لانه انا لو قلت اللعيبه ناس تقول لك ده اصله بيدافع عن المدرب وبيطبل للمدرب. اه والله ما الناس هنا يعني بس هي وجهات نظر يعني، لكن انا بقول كده ان في مثل هذه المباريات ومثل هذه الامور انا كنت بشوفها كده، ما كنتش ببص مين اللي قاعد بره على قد ما انا كنت انا عايز اكسب. ايوه صح لا تعبان بقى مش تعبان، مش في الكوره بس يا كابتن والله، لكن في بعض الاوقات انت بتبقى الكوره مش خلاص بقى قفلت. والله صح، بس كويس ان انت تعادلت، بس لازم الناس تحس ان لازم النهارده أحس. انا معاك في 100% يعني عرقنا وجرينا وعملنا كل ما يمكن فعله، بس فعلا النهارده يا جماعه طب انا عايز اناقش معاكوا في صدر. لانه مهم جدا، انا مش مشكلتي ان انا تعادلت وجهه نظري انا هقول مشكلة. لكن انا مشكلتي ان انا ما روحتش للجول النهارده، صحيح ما كانش في قتال على الفوز. يعني المباراه اللي فاتت لا رحت للجون وضيعت، فكانت مشكلتنا يا جماعه احنا بنروح للجون بس ما بنضيع. أيوة. فدي مشكله ان اللاعب لازم يركز اكتر، لكن انت النهارده ما رحتش للجون غير الكره دي، وما دي ما تحسبش كمان يعني يعني خلينا نقول كورتين في 90 دقيقه ولا في الخمسه ولا في ال100 دقيقه زي ما كريم قال. فبالتالي انا مشكلتي ان انا ما رحتش للجون اساسا. هي الفكره كمان ان احنا في الماتش في النهارده فقدنا اللي احنا كانت ميزتنا في الضغط العالي في اول نص ساعه. أفهم ليه انا هنا سؤالي ليه بيوصلش، عايز اوصل لكده. ايه اللي وصلنا ان احنا النهارده في 100 دقيقه تلاقي فريق محترم ومدافع وكلنا متوقعين؟ روح الاهلي غابت يا كابتن اسلام، روح الاهلي روح الاهلي غابت، مفيش النهارده روح الاهلي، مفيش شخص، لازم اللعيبه تكون عندها شخصيه الاهلي وروح الاهلي، حتى لو المدرب مثلا نفترض ان احنا اتاخر في التغيير او عمل تغييره متاخره، لكن انت كلاعب شخصيه لاعب النادي الاهلي، انت بتلعب في النادي الاهلي اكبر نادي في افريقيا، لازم تكون عارف ان انت بتقاتل. وبعدين ده انت الزمالك اتعادل قبل ماتشك، فانت تديك دفعه يعني انت نازل هتكسب خلاص هتعوض التعادل اللي انت عملته، هيبقى الفرق خلاص، لكن انت لازم يبقى عندك شخصيه النادي الاهلي. الصراحه الوحيد اللي كنت تحس ان هو عنده شخصيه هو الشناوي هو اللي شالك في انفرادين النهارده، هو الوحيد اللي يمكن تحس ان هو كان عنده الشخصيه. لكن النهارده انا شايف ان حاله اللعيبه تحديدا في اول نص ساعه كانت ميزتنا. مثلا لو بصينا على المباريات، كان مثلا عندنا مباريات سموحه فاركو فيوتشر، كانت ميزتنا في المباريات اللي قبل كده ان احنا كان دايما اول نص ساعه بننزل ضغط عالي. انت النهارده نازل في اول نص ساعه مفيش ضغط عالي، مفيش ريتم، مفيش جانب بدني، تحس ان اللعيبه لا في بطء في تحضير الهجمه. هات بس الحاله الاولانيه اللي معانا، بص يا كابتن اسلام تحضير الهجمه بتاع النادي الاهلي، تحس ان في بيقعدوا بطء جدا وساعه، واحنا بنحضر ساعه يا جماعه، بنقعد ساعه عشان نحضر الهجمه، وفي جاب كبير جدا. هات اللي هي اول حاله بس، في جاب كبيره جدا ما بين الدفاع وما بين الهجوم. بص حتى الفرصه اللي معانا على الشاشه دي، بصراحه الفرصه دي يعني غريبه. عايز اقول لك حاجه، هاني 10 على 10 طبعا لا هاني عملها صح. بس لا 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 ما تقولش هاني، لا لا مش هاني صح يعني صح. عامل العكسيه، عامل التغطيه العكسيه، ورمى نفسه قال لك هي هيشوط هتخبط فيا يا ام الواد المهاجم سوري السموحه ذكي جدا، او هي عدته ما اعرفش، بس هو نط تقريبا. لا 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 هو الناس حست ان هو عايز يعمل فينت، بس هي قرشت منه، هو كان عايز يشوف. فهو هاني عمل المفروض يحصل 10 عشان ما حسيتش كام بنالتي عليه. بص هنا تحضير الهجمه من اول الدقيقه 30 و18، بص لعيبه الاهلي، بص الجاب الموجود، تحس اولا ما فيش صانع العاب، ما فيش حد بينزل يستلم. سافيو وقف ثانيه واحده يا استاذ سمير، بص سافيو واقف قاطع في ظهر المهاجم، سافيو تحس ان احنا بنلعب 4-4-2 مش 4-2-3-1، سافيو قاطع في ظهر الشريف. اتنين قاطعين، سافيو مين اللي ينزل يستلم؟ خاصة ان السولية حالته البدنية مش مساعداه قوي، تحس ان هو بدنيا مش قوي، مش جاهز 100%، فانت عندك مشكلة. بص كل ده عشان نبني هجمة، بص البطء في تحضير الهجمة، ومفيش واحد بينزل يستلم ولا في ظاهرين طايرين عشان اخترق الطريقة اللي بيلعب بها كابتن طارق العشري. فكل ده في تحضير الهجمه، وكل ده وقت انا واخده في تحضير الهجمه، وفي الاخر عملنا بيه مفيش. وبالتالي انت الحاله ديت بتمثل المباراه كلها. بص حاله تانية بنفس الشكل، بص تحضير الهجمه بتاع النادي الاهلي. احنا دلوقتي هو ده اللي نقوله، ان ده خطا يجب ان يتم تداركه، ان احنا نسرع الريتم شويه في بناء الهجمه. صح ده مظبوط كابتن اسلام؟ صح كده. معروفه
في يعني كل كتب التكتكس، طالما فريق بيلعب قدامك بزون ديفنس بالشكل ده لازم انت بتطبق نفس السيستم بتاع كره اليد، هو اللي هو لما الفريق بيلعب على الدايره بيعمل ايه، الفريق بيهاجم بيمرر الكوره على الدايره باقصى سرعه ممكنه، اول ما بيلاقي ثغره بيخش منها. احنا قعدنا يومين نلعب بالريتم ده ولا عمرنا هنخترق. ليه؟ لان فريق سموحه هنا ببساطه بيهروي ما بيجريش، هو بيتمشى، هو ما عندوش ازمه. فين الازمه هنا عنده؟ انت بتمشي الكوره وفريق سموحه اول ما بيلاقي الكوره بتعدي نص الملعب هوب يبدا يضغط، باين واضحه العشره تحت الكوره، الكوره عندك في ملعبك هو بيحلق عليك، اول ما تخش نص ملعبه يبدا البريس مان تو مان والراجل اللي ماسك الكوره كمان يروح عليه اثنين. وخلي بالك هو مش بريس قوي جدا يعني لدرجه لانه لا بس في وسط الملعب، لكن اول ما هتقرب وتخش هيمنعك تماما ان انت تستلم. بص اول ما بتقرب من منطقه جزائهم على طول الضغط، مفيش صانع العاب كمان يا كابتن، مفيش صانع العاب. ما هي دي بقى الازمه احنا بنتكلم فيها دي نقطه مهمه بقى كابتن، واخد من ثابت كان بيقول، ثابت قال نقطه مهمه، عمرو السوليه واضح ان هو فعلا الاداء البدني مش في افضل حاجه. مركز 8 في الملعب مركز خطير طبعا جدا. طبعا ليه؟ لانه الترس صحيح. احنا بنلعب ما يشبه 4-2-3-1 او 4-3-3، ففي الاخر رقم 8 ده بالنسبه لك هو بدايه صناعه اللعب، لان انت في الطريقه دي برضو عندك بلاي ميكر. الاثنين دول لو انت فقدتهم يا واد كان سبب بيعلق على التحرك العرضي لسافيو. سافيو ما ينفعش يتحرك عرضي هنا وانا بحضر وابني الهجمه، ما ينفعش يتحرك عرضي. بص التحرك العرضي ما ينفعش، بتحرك عرضي كتير ده كله تحرك سلبي. ليه؟ لان انت اصلا لو انت مستني الباس الباين ما بين الخطوط هنا اهو صعب، ده صعب جدا، واصلا زميلك مش هيعملها عشان الكوره ما تتقطعش فيتحاسب هو، هتبقى دي خطره. يعني مش هقدر اعمل باص هنا واقول انت هتقول اوكي، ولا ما ينفعش اعمل باص من العمق في وقت زي ده. يعني الريسكي هو الريسكي باص دايما مطلوب في الكوره صحيح، بس الريسكي باص لازم يتعمل او الباص اللي فيه مخاطره ما بين الخطوط لازم يتعمل بشويه يعني ايه ثقه او بشويه واقعيه عشان اقدر النهارده اضمن ان الكوره هتروح لك وسط الغابه دي. سافيو طول الوقت بيتحرك عرضي، ده انا مش شايفه صح. وفي نفس الوقت عمرو مضطر بيعمل ايه؟ بينزل لتحت عشان يستلم الكوره ويطلع بوشه. فكل ده الامر عمال انت بتحس ان احنا بندور في دايره مغلقه ما بنخرجش منها. انا بقى في وجهه نظري حاجه تفضلت وقلت اوكي، الشوط الاول اكيد اللعيبه برده احنا برده بنتكلم لعيبه الاهلي يعني لعيبه منتخب مصر وقعوا في مواقف دي كتير، انت فهمت الدنيا ماشيه ازاي. بنقعد اكيد دخلت بين الشوطين اوضه اللبس والمدرب اتكلم معاك وهنبدا لمده 20 او 25 دقيقه لغايه الدقيقه 70 مثلا نبدا نشوف الوضع عامل ازاي. لو احنا فعلا مش عارفين نحله هنضطر في ال 20 دقيقه الاخيره في وجهه نظري الشخصيه نبدا نلجا للحلول الفرديه المعتمده على الحماس وروح الفانيلا الحمراء والضغط، وان احنا نبدا نزنق فريق سموحه بهجمات وتسديدات. وده ما حصلش احنا فضلنا نلعب بنفس اسلوب التحضير لغايه الاخر كاننا بنضيع وقت. هو دي ازمه يعني، دي اللي انا عايز بس نقف عندها كتير. لعيب النادي الاهلي لازم يبقى عنده حلول، لعيب النادي الاهلي لازم يبقى عنده بلان بي واوبشن بي، ان انا النهارده لما الحته دي هتتقفل عندي انا هروح لدي وان شاء الله هقدر احلها. لكن احنا حتى في الوقت بدل الضايع ما عندناش خطوره، ما ينفعش. ده حتى نادي سموحه قدر يروح بهجمتين علينا في الخمس دقائق في الوقت بدل الضايع. وعايز انهي كلامي برقم سلبي جدا 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 عندنا لازم ناخد بالنا منه يا جماعه. احنا في الاسبوع التاسع النادي الاهلي متصدر الدوري، جبنا كام هدف يا استاذ ثابت؟ 16 هدف يا كابتن اسلام. تخيل قايمه هداف الدوري اول 12 مركز، برافو عليك. الاهلي مفيش ولا لاعب اول 12 مركز من خارج النادي الاهلي، ما عندناش اسم واحد في قايمه هداف الدوري المصري بعد 9 اسابيع رغم ان النادي الاهلي متصدر. فدي ازمه. ده بيأكد ايه؟ بيأكد ان انت ما عندكش شراسه هجوميه. لا هو انا وجهه نظري بيؤكد شيء اخر، ان هو مستر كولر حتى الان لم يصل الى التوليفه اللي من وجهه نظره صح يمكن الثبات عليها صح خلال صح الفتره القادمه صح، بحيث ان هو كل مباراه ممكن تلاقي وينج رايت مختلف صح، ايمن صح. ودي نقطه بقى خطيره جدا، انت فتحت نقطه وجهه نظري. لا 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 دي بص دي اهم وجهه نظر اتقالت في الحلقه دي. ليه؟ لان احنا بكل امان نعرفه وتربينا عليه من صغرنا،
ان بدايه الموسم انت بتحاول قد ما تقدر تثبت 80% من التشكيل. حتى احنا في بدايه الموسم ده قدام اتحاد المنستيري، قدام الزمالك في السوبر، في اول ماتشات الدوري، كنا شايفين في عظم للفريق، كنت شايف عظم بصراحه. انا دلوقتي بعد فتره التوقف في حاجه مختلفه، انا مش عارف، انا مش فاهمها، ما انا مش عارف على فكره اللعيبه نفس يعني لما تيجي تتكلم مع الاداره باداره الكوره يعني ولا اللعيبه، لا احنا الناس بتتمرن كويس جدا، تلعب يعني كل حاجه كويسه. فانا الحقيقه بقعد يعني انا بقعد ادور، بسال احمد ثابت اللعيبه يعني، بسال فلان وعلان وترتان وبتاع، مش عارف اوصل. الاول كان ممكن اوصل ان مثلا ما فيش تمرين كتير فبنبقى، لا دنيا ماشيه زي الساعه ما بيقولوا، تك 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 تك. ففي حاجه غريبه، ايه هي انا مش فاهم. وتعقيبا هذه بس، وانا هتكلم في الحته دي نقطه مهمه قوي بصراحه، انا النهارده لاحظتها، الروتيشن او التدوير طبعا اكيد حقيه للمدير الفني طبعا طبعا، وان هو اكيد قاري، وطبعا دخول المونديال معاه بوظ الاجنده ده بكره، اكيد كلام منطقي وكلام واقعي. بس في نقطه وحيده لازم ناخد بالنا منها، وهي ان مع الروتيشن كابتن اسلام ربما يحصل خلل في مبدا العداله الكرويه. بمعنى ايه؟ انا النهارده مثلا يعني عندي لاعب بيلعب راس حرب، فانا خرجته بره التشكيل عشان عايز اريحه، ده نيتي ومبدئي وجهه نظره، فبالتالي هحتاج اجيب له بديل. بس هو بيقعد معاهم يقول له فاهم، والله مش مختلف والله انا فاهم، بس انا بس عشان الناس هتقول لك ايه، ما لا هنا لا، هو الراجل بيقعد يقول انا النهارده هلاعب كريم تمام علشان رايح ثابت، وهلاعب ثابت عشان رايح كريم. طب لنفترض ان ثابت خلال المستوى اللي قدمه خلال الماتشين اللي فاتوا دول ما يستحقش انه يبدا اساسي الماتش الجاي، من مبدا الثواب والعقاب، عشان حتى كمان يبقى في شغف، لان جزء الشغف بدانا نلاحظ انه قليل في الملعب. يعني ايه الشغف؟ الشغف اللي هو الروح، يعني هي كده كده هتلف بسرعه وتجيلي. ايوه هي كابتن اسلام الكوره هي لفه لفه، لا لا طبعا هتجيلك من هنا، هتجيلك من هنا. انا خدت بالي قلت ايه؟ اتفضل. هي هيلف اللفه بسرعه ويجيلي، يعني ايه؟ الشغف موجود واللفه كده كده بتيجي، ولكن بتيجي امتى؟ صح، هو ده الفرق، بتيجي بعد اسبوع ولا اثنين ولا ثلاثه ولا 10 ولا سنه، ما هي بتيجي بس امتى؟ فنقطه مهمه جدا لازم ناخد بالنا منها، لان بدايه احنا دايما متعودين فعلا فرصه قبل ما بتروح المونديال وتروح دوري ابطال افريقيا، لو انت مامن في الدوري وعامل جاب وعامل فجوه بتروح تلعب البطولات دي وانت مريح مرتاح. صحيح، وكمان راجع انت الماتشين التعادل دول، وبعدين انت بصراحه كنت تستحق حتى التعادل فيهم يعني، لكن انت لو كنت كسبت الماتشين دول فرقت وريحت وهديت وقدرت تعمل الروتيشن اللي انت عايزه ولا يعني. هي في النهايه امور كلها واضحه جدا. انت عايز تكلمنا عن المباراه؟ في نقطتين بس. اول نقطه على التحكيم، يعني الاداء السيء ما يخليناش نقول ان احنا عشان التحكيم، ما حدش اصل الناس هتقول لك انت لا مش بنبرر ولا حاجه، بس انا مش اداء سيء يا كابتن اسلام ان انا اخسر حقي، ما انا كنت ممكن مثلا بالحاجه دي اكسب بيها، حتى لو انا وحش أكسب. ممكن لو ليا حاجه اكسب بيها. صحيح، فانت عندك الهاني سليمان بيضيع وقت بطريقه غير عاديه بصراحه، وماتش فاركو برده احنا ما لعبناش في الشوط الثاني على بعض ربع ساعه. ففي حاله للهاني سليمان كان جابها الكابتن ناصر عباس في الاستوديو التحليلي هنا، بص قانون الست ثواني، انت المفروض اكتر من ست ثواني بتتعدى 1001 1001 1002 1003 عد انت، اقول 1010 يعني ممكن ده 14 15 ثانيه كده. استاذ سمير ممكن ترجع عشان بس ايه نعد نعدها هنا. 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 شاط في ال 1013 بعد الست ثواني بسبع ثواني، يعني عشان بس ايه حق ربنا يعني. هنا المفروض ايه؟ يحسب ضربه حره غير مباشره لصالح النادي الاهلي جوه منطقه الجزاء من مكان اللي هاني سليمان واقف منه، فده حق يعني، ده حق خد دولي. والوقت الضايع ده كله، ده الهاني سليمان ده لوحده ضيع له ربع ساعه لوحده، احسب خمس دقايق وقت بدل ضايع بس ازاي؟ بس انا من يومين كده، يوم الاربع تقريبا او الثلاث اللي فات، اتكلمت على ايه؟ ان هناك ضغوطات معينه بتحصل على الحكام خلال هذه الفتره، وبالتالي اهي الضغوطات جابت نتيجه، ان هو بدل ما يحط 10 دقائق وقت ضايع، احنا مش كنا بنشوف في قبل نهائي كاس عالم او في دور الثمانيه في كاس العالم 10 و 12 و13 دقيقه، وليه ما ينفعش يحط 10 دقائق؟ طالما من حقك كنادي، بلاش الاهلي اي نادي، من حقك 10 دقائق، ما تحط لنا 10 دقائق، انا ممكن اتغلب فيهم ال 10 دقائق دول يا اخي، بس حطهم لي يعني، انت فاهم؟ وانا قلت ان الضغوطات دي من حلقتين ثلاثه، قلت ان الضغوطات دي
هتفرق مع الحكام، وبالفعل اهو واضحه وفارقه مع الحكام. ما ادانيش وقت محتسب بدل ضايع 13 دقيقة، ما رضيتش اجيب بقى التايمر واقعد اعمل وبتاع، لانه على الاقل في الشوطين 13 دقيقة، اداني 5 و2، 2 و5، 2 و5 دقائق في الشوط الثاني، 7 دقائق، يعني في 6 دقائق مختلفين فيهم احنا. على الجانب الاخر الكرة اللي انت بتقولها دي بتاعت الانسي، ما تديني الراجل مش ممكن ما تخشش على فكرة. صح. في الحاجة الثانية بقى، في حاجة، في موضوع مهم جدا عايز اتكلم فيه برضو، هو الفارق الزمني للمباريات المنافسه الاهلي والزمالك قبل المباراه. ده انا عايز رد على الموضوع ده في جدول الماتشات، الفارق الزمني للمنافس بتاع الاهلي والزمالك بالتوقيت. يعني هقول لحضرتك، الزمالك لعب مع المقاولين العرب النهارده يوم الاحد، هيلعب الخميس، هيلعب يوم الايه؟ يوم الخميس. لا سوري، الخميس. ايوه ثانيه، لا انا بتكلم على المقاولين. الزمالك لعب مع المقاولين النهارده يوم 25 ديسمبر. أيوة. المقاولين اخر ماتش لعبه امتى؟ كان لعبه مع المصري امتى؟ يوم 21. يعني المقاولين مريح كام يوم؟ اربع ايام. الزمالك هيلعب امتى الماتش الجاي؟ مع الاسماعيلي يوم الخميس. اخر ماتش الاسماعيلي لعبه امتى؟ النهارده يوم 25 مع المصري. يبقى الفرق الزمني كام؟ اربع ايام. تيجي بقى نبص على منافس الاهلي، الاهلي لعب النهارده مع سموحه، سموحه اخر ماتش لعبه امتى؟ مع الاتحاد يوم 19 ديسمبر، يعني الفرق كام من 19 ل 25؟ 6 ايام. يبقى سموحه مريح قبل ما يقابل النادي الاهلي كام يوم؟ 6 ايام. الاهلي هيلعب يوم الاربعاء مع سيراميكا يوم 28. سيراميكا اخر ماتش لعبه كان امتى؟ لعبه يوم 23 مع الاتحاد، 23 واخر ماتش، وهيلعب يوم 28 مع الاهلي، يعني مريح 5 ايام. يعني سيراميكا قبل ما يلعب النادي الاهلي مريح 5 ايام، وسموحه قبل ما يلعب النادي الاهلي مريح 6 ايام. تعالى للزمالك، الزمالك اي فريق بيلعبه بيريح قبل 4 ايام. هل ده جدول عادل؟ هل ده جدول مباريات عادل؟ لا طبعا. ده حاجه مهمه. الحاجه الثانيه، انا مش عارف ازاي الحكم كابتن عبد العزيز السيد الماتش اللي فات كان بيحكم ماتش المصري والمقاولين حسب هدف غير صحيح للمقاولين، كل الناس اتكلمت عنه بالفار. النهارده كان هو حكم فار في المباراه دي، النهارده هو حكم ساحه للمقاولين العرب والزمالك، يعني بيحكم لنفس الفرقه ماتشين ورا بعض. طب ازاي هو مفيش حاجه كابتن عبد العزيز السيد اللي بيحكم ماتشات المقاولين؟ يعني مش فاهم ازاي. طب ما انت عندك محمود البنا، هو كابتن محمود البنا ليه ما بيحكمش ماتشات الزمالك برضه؟ حكم ماتش واحد بس، الزمالك وانبي. فدي اسئله محتاج ان لجنه المسابقات ترد عليها. ليه يا جماعه المنافس بتاع الاهلي؟ ما ده بيفرق. المنافس بتاع الاهلي اللي بيلعب الاهلي بيريح سبعة ايام. ما هو سموحه النهارده بيجي يقفل وخلاص، المنافس قبل الزمالك بيلعب قبلها باربع ايام، ما هو بيتعب بدنيا، والزمالك بيجيب جون في الشوط الثاني بسبب كده. فده لازم الناس هترد على ليه ما فيش عدل في الجدول، فاهم؟ الاداء بتاع النادي الاهلي وحش، ومش بنتكلم في الاداء ولا في حاجه، بس انت اديني حقي تحكيميا واديني حقي في جدول المسابقات. جدول المسابقات لازم يكون عادل. الفرقه اللي تلعب الاهلي تريح قبلها 4 ايام، يبقى الفرقه اللي بتلعب الزمالك تريح قبلها 4 ايام، مش تدي الفرقه 7 ايام وفرقه 4 ايام. الخطوره كمان يا كابتن اسلام بصراحه ان انا شايفها جايه بعد المونديال، ومن تصريحات الحاج عامر ان هو طبعا الاجنده بتاعت المونديال جات له بشكل مفاجئ، ما كانش معمول حسابها. معلش ده طبيعي. فهقول لك طيب انا كده النهارده محدش يضمن، يعني مش هلتزم بالميعاد اللي انا حددته لنهايه الدوري. تمام. وبالتالي اهم شيء ان احنا ما نكررش الخطا بتاع السنه اللي فاتت، ان الفريق لما يرجع يلعب ماتش كله 48 ساعه. يعني ده يعني مثلا السيد دلوقتي بيتكلم في حته محدش اتكلم فيها، مش 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 مواعيد ماتش رياضه الاهلي، لا ده مواعيد الراحه بتاعت المنافسين. صحيح. واكيد طبعا اي حد يعني لعب كوره او ملم بالرياضه اكيد هيعرف ان الحاجات دي بتفرق في التاكتكس. يعني النهارده اكيد 1000000% مثلا، يعني خصوصا مثلا لو فريق بيلعب كوره 72 ساعه، استحاله المدير الفني يطلب منه يلعب ضغط عالي، مستحيل. ليه؟ اللعيبه مش تقدر. فنقطة مهمة جدا، وده فرق النهارده مع الاهلي طبعا. فنقطة مهمة جدا جدا عايزين بس ناخد بالنا منها. انا بتكلم على بعد المونديال، خصوصا بعد المونديال، اللي انا الصورة لو احنا اتكررنا تاني، كنا نتمنى لو احنا عندنا فجوة في النقاط خلاص ان شاء الله يا رب تحط ماتش كل يوم. لا مش كده، لا لا لا، تعامل فجوة. لا لا، حتى لو في فجوة انا عايز حقي في الاخر يا كريم. انا كل اللي بطلبه ايه؟ اصل انا بقالي الموضوع ده انا شغال فيه بقالي اسبوع. ايوه. اللي هو موضوع ما بعد المونديال. نعم. خلاص؟ كلمت الحاج عامر حسين، موضوع خطير جدا. وانا يعني في اخ، في واحد طلع اتكلم وقال لك اصل واهم حاجه مصلحه منتخب مصر، ومش فارق معاكم مصلحه منتخب مصر، ومش فارق معاكم ايه، ومش فارق معاكم ايه، ومش فارق معاكم ايه، المهم الاهلي. لا طبعا احنا فارق معانا، انا يهمني مصلحه منتخب مصر. الموضوع اصلا مش بالظبط، ما ده انا بقول اي كلام. يوعليك مصر، اي بطاطس.
ده برضه زي التصحيح السنه اللي فاتت لما قال لك انتوا اللي بينتقد الحكام بيكره مصر مش عارف ولا حاجه كده يعني حاجه في هذا الاطار يعني. والله مارسيل كولر النهارده طلع قال ايه؟ قال انا مش لاحق ادرب اللعيبه. ما هو ده بسبب كده، قال انا مش لاحق في التصريحات، والراجل برضه قال انا مش لاحق ادرب اللعيبه والفرق الزمني قليل. ما هو لو بياخد يا جماعه نفس الراحه دي والفرق اللي بتيجي مجهده قبلها 6 و7 ايام هيلحق يدرب اللعيبه وهيلحق وهيقابل فريق حتى منها. بعدين ده الزمالك بياخد ماتشاته من المصري، المصري مع كابتن حسام حسن ضغط عالي، فالفريق اصلا بيجي في 4 ايام منهك بدنيا، فاهم يعني. المقاولين العرب ده اللي كان بيلعب الزمالك النهارده كان بيلعب المصري من 4 ايام بالظبط، وعامل ماتش كويس وعامل ماتش حلو بصراحه. كابتن شوقي غريب يستحق التحيه، عامل اداء هايل وعمل ماتش كويس جدا، وعمل ماتش كويس جدا، كان يستحق الفوز. الزمالك فلت من هزيمه. المقاولين كان افضل، ضيع فرص كتير، بيلعبوا بال5-3-2. هو المقاولين ناقصه يبقى عنده راس حربه كويس. وعجبني اول مدافع عمر فايد المساك الشاب بتاع المقاولين، وشايل الباك ليفت اللي هو الاوغندي كويس، وشايل كويس جدا، الاثنين هايلين. كان بيلعب في مازيمبي وكان بلد كمان بشوط حلو وعامل جبهه يسرى قويه جدا كويس. فهم اختيارهم للعيبه وجايبين اللعيبه دي ببلاش كمان يعني. اللعيبه اللي جايبينها فالمقاولين العرب، وفي كابتن محمد شوقي وكابتن معتمد جمال، جهاز فني بصراحه محترم. والمقاولين بصراحه فرقه برده هايله يعني، يعني عاملين انت بتحكم طيب على الامكانيات الماديه اللي معاهم. طبعا عموما نتمنى يا رب كل التوفيق للفتره اللي جايه لانها فتره مهمه جدا لينا. اخيرا كاس العالم، وعايزين تتكلموا عن كاس العالم. انا عايز بس حاجه، كاس العالم بصراحه دايما كابتن اسلام، كاس العالم للانديه طبعا. معلش يا جماعه، اصل الكلمتين دول يبقوا يعني معلش دول بينا وبين بعض كاهلاويه بقى، محدش يتدخل تاني لما نحب نتكلم عن كاس العالم بينا وبين بعض كاهلاويه، محدش يحط لنا راسه كده بتعملوا ايه يا جريع مات يا مات. في بقى نقطه هنا انا عايز اكمل نقاش كان جماعنا احنا الثلاثه من اسبوع، اتفضل. حاولين تناول الاعلام للقضايا، وانا ساعتها انا اتسالت حتى على السوشيال ميديا في الحته دي، وان الاعلام المصري تناول الامر من عند قبل نادي الرجاء، وتم اعطاء مساحه لرئيس نادي الرجاء، وساعتها هو قال تصريح وانا مؤمن تماما ب اعطاء المساحات. الناس كلها وجهات نظرها، وطبعا نادي الرجاء نادي الشقيق، والمنصب بتاع رئيس نادي الرجاء منصب كبير ومحترم، واهلا بيه بكل كلامه. لكن نقطه مهمه جدا بقى يا كابتن اسلام، وهو المتابعه. المتابعه يعني انا سالت المسؤول، والمسؤول قال لي في تصريحه يوم الثلاث هيبقى يوم حاسم في عند الفيفا. ده اللي اتقال بالظبط. ايوه صحيح، اختيار ما بين الاهلي والرجاء، ده اللي الراجل قاله. صح. جه يوم الثلاث والدنيا محلك سر، والراجل نفسه لم يعتذر. يعني الراجل كان نازل من منصبه لان هو لا يمثل نفسه، هو يمثل نادي كبير، نادي الرجاء نادي شقيق، واحنا بنعتز بعلاقتنا باخواتنا في المغرب. لما تقول معلومه مغلوطه لازم تطلع تقول يا جماعه انا بعتذر، على فكره المعلومه اللي انا قلتها دي مش صحيحه، والنهارده ولا كان في اي اجتماعات في الفيفا ولا كان في اي حاجه، ومبروك للنادي الاهلي واهلا وسهلا بيكم يا جماعه. او على الاقل الناس اللي جابته تعمل كده، ويجب على الاعلام اللي تم نشر وده عادي، انا بقول هو تاني ده وجهه نظر شخصيه، عادي قول المعلومات اللي انت عايزها، لكن انت قلت معلومه خاطئه. صحيح. وهي ان يوم الثلاث الفيفا هيعمل اجتماع، او حتى عبر زوم، او حتى في مكالمه تليفونيه هيتكلموا في حته الاهلي والرجاء، وده طبعا ما حصلش. فكان لازم ولا بد ان يحدث متابعه، ويتقال يا جماعه على فكره الكلام اللي اتقال عندنا احنا هنا ده ما حصلش، وواضح ان هو كمان ثبت عدم صدقه، فاحنا بنؤكد ان كل الكلام ده كان مغلوط. ويا ريت من فريق الاعداد يجيب لنا رئيس الرجاء. رئيس الرجاء رفض انه يعمل مداخله، يتقال على فكره الراجل رفض ان هو يخش ويصحح كلامه هنا، يبقى الاعلام عمل دوره بشكل كامل. فالنقطه دي مهمه جدا، لما نفتح ملف ما ينفعش نفتحه في نصه. هنا بقى المشكله، هنا انت بتخلي كل تبريرات الناس تكون صحيحه. لو الناس عندها سوء نيه في امر ما، هنا انت بتثبتها. ليه؟ انك ما عملتش فولو اب، ما عملتش متابعه للكيس او القضيه اللي انت فتحتها. مع ان انا مش مع ان انت تجيب رئيس نادي، انا وجهه نظري طب
يعني انا انت حر طبعا في كلامك، لكن انا بقول لك انا وجهه نظري عكسك تماما في هذا الامر. انا من الاول اساسا ما ينفعش ان انا اعمل مثل هذه الامور. اتفضل. خليني اقول لحضرتك بالنسبه لكاس العالم للانديه، اخر الاخبار بقى ان قرعه كاس العالم هتبقى يوم 13 يناير. قرعه كاس العالم 13 يناير هيبقى يوم جمعه، يعني بعد جمعتين ان شاء الله. الخبر قبل فاينل سيمي فاينل كاس بيومين، اللي هو الاهلي وسموحه، وسموحه يوم 15. المدينتين اللي هينظموا البطوله طنجة والرباط هم اللي هيبقوا بينظموا بطوله كاس العالم للانديه. معانا الملعب اللي هو مولاي عبد الله، لو نجيبه ده اللي هيبقى فيه مباراه الافتتاح ما بين النادي الاهلي واوكلاند بنسبه كبيره. يعني تم الاستقرار على ملعب مولاي عبد الله بالرباط. سعه الملعب ده 53000 متفرج. تم تاسيسه عام 1983. اول ماتش كان ماتش الافتتاح على الملعب ده ما بين المغرب وباريس سان جيرمان. المغرب كسب 2-0. والملعب ده بيحتضن جميع المباريات الوديه الخاصه بالمنتخب المغربي، وبيلعب عليه نادي الجيش الملكي المغربي. يا ريت بس لو نجيب صوره الملعب اللي هو ملعب مولاي عبد الله الرباط برضه، عشان الناس تكون هتشوف الملعب اللي هيلعب عليه النادي الاهلي اول مباراه مع اوكلاند سيتي. وهو سبق ليه استضافه مباراه كاس الامم الافريقيه عام 1988. فدي اخر الاخبار اللي بتخص كاس العالم للانديه. فالناس ان شاء الله تستنى القرعه برضه، عشان الناس تكون عارفه النادي الاهلي هو بيلعب ليه في الدور التمهيدي، عشان هو الوصيف القاره، هو داخل بصفه وصيف القاره، فهيلعب دور الاول اللي هو اوكلاند سيتي، والفايز من النادي الاهلي اوكلاند سيتي بيخش قرعه. ادي ده شكل الملعب اللي هو ملعب الامير مولاي عبد الله. الملعب ده احنا لعبنا عليه سنه 2016 لو تفتكروا، كنا كسبنا الوداد بجون رامي ربيعه ضربه الراس. اعتقد لعبنا عليه الماتش اللي هو كان مونديال الانديه 2013 اول ماتش. بس انا فاكر تحديدا ملعب اللي هو جون رامي ربيعه. أيوة. اللي هو سنه 2016 في الجوله الرابعه في دوري ابطال افريقيا، ساعه لما الوداد كان بقاله كذا ما بيخسرش على ملعبه، ساعتها رامي ربيعه هو اللي جاب الجون. فالملعب ده وشه حلو على النادي الاهلي. وانا شايف ان بالنسبه للوداد هيبقى خساره ليهم ان هم ما يلعبوش على محمد الخامس. طبعا، لان محمد الخامس بيمثل ليهم قوه ضربه، فانت لما تلعبهم كمان لو هم اذا القرعه لو القرعه ممكن نلعب الوداد، ممكن نلعب الوداد، ممكن نلعب الوداد تاني. يا الوداد ممكن وبطل اسيا برضه الهلال السعودي. فبعد كده ده بيبقى على حسب القرعه برضه، على حسب القرعه. عموما اما نشوف ايه اللي هيحصل في هذا الامر. انا بشكركم شكرا جزيلا يا محمد على وجودك معانا. شكرا جزيلا احمد ثابت وكريم سعيد، بشكرك على وجودك معانا. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. غدا حلقه جديده من البيت الكبير.